الاختلاف بين دائرة وأخرى داخل مدينة الموصل، فكلها تتشابه في المعاناة والإجراءات الروتينية المعقدة كما يصفها المواطنون. فدائرة التخطيط والمتابعة فرع تموين نينوى بجانب الموصل الأيمن شكا مراجعوه من تأخر معاملاتهم والنقص فيه من كوادر تسارع بإنجازها. والله أنا جاي من ربيعة وجاي عندي فرز وصار لي سنتين أركض وماكو، كل ما ننطي المعقب تروح وماكو لا فرز ولا أبد ولا أصلا ولا عمل، يعني مو عمل هذا مو عمل. والله جيت أطلب بدل ضائع والدنيا مقلوبة، لا أكوش كاتب عرائض ولا أكو أحد يكتب أوراق حتى نفوت بيها على الدائرة. شلون يعني المراجع أجني؟ هاي حالة العالم بحالة كورونا ولازم كل الأمورات تمشي على العدل، يعني وين المسؤولين؟ وين المحافظ؟ وين الدنيا؟ بطاقة تموينية هي حتى ما بيها أي مواد غذائية، العالم كله تميت جوع بس على مود المعاملات وما معاملات نحن مستنريده. يعني مدير فرع تموين نينوى عبد البدراني كان له رأي آخر يختلف تماما عن رأي المراجعين، فأكد للتغيير أنه لا وجود لزخم أبدا، حيث أن الإجراءات المتبعة مبسطة من أجل تذليل العقبات أمام المراجعين، وتزويد الفرع بأربعة حاسبات للتدقيق يساهم بإنجاز المعاملات بأسرع ما يمكن. تم توجيهنا من قبل السيد المدير العام المحترم بضرورة تخفيف وتبسيط الإجراءات والروتين عند مراجعة المواطنين. لا يوجد زخم حاليا في الفرع، وذلك لتبسيط الإجراءات ورفض الفرع بأربع حاسبات للتدقيق، ولا يوجد حاليا الحمد لله أي زخم في الفرع. ليس من مصلحة المواطن الكذب وتزييف الحقيقة أمام عدسة الكاميرا، فلو أراد اللعب ورمي الدوائر بسهام الكذب والاختلاف فأن لعين الكاميرا كلاما آخر. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.